السلام عليكم يا فريميديون، ومرحبا بكم في سلسلة جديدة، والسلسلة التي أراد الكثير منكم مشاهدتها على القناة يا جماعة. نعم، إنها مهنة حارس مرمى فيفا 2022. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاعجاب باللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر التنبيهات، ومشاهدة الفيديو للأخير. وشكرا شكرا على الدعم. أتمنى منكم تشاركوا القناة مع أحبابكم، مع أصدقائكم، مع معارفكم، لكي نصل إلى 200 ألف أخ وأخت على القناة إن شاء الله قبل نهاية هذا العام يا جماعة. تبقى لنا 5 أشهر، يلا ليتس جو. المهم يا جماعة، دعوني لا أطل عليكم، ليتس جو. أولا بسم الله يا جماعة، مهنة جديدة، يلا يلا. استخدام التشكيلة الحالية، مهنة لاعب اكيد، انشئ لاعبك المحترف، تمام. الله يا جماعة راه نختاروا هذا، يلا. الاسم راه نخلوه فريمد اكيد، خلوها فريمد. الكنية نخلوها احمد، يلا، المعروف باسم فريمد. فريمد يلا. راح اقوم بتسريع هذا الفيديو. اوكي تمام، انهينا يا جماعة الخير تقدم. الله، في اي نادي نلعب يا جماعة؟ اوكي، بما انني اسباني ساختار احد الاندية هذه يا جماعة الخير. اتلتيكو بيلباو، يلا اتلتيكو بيلباو، بسم الله. اوكي يا جماعة، مستوى الصعوبة خلوه عالمي ريثما تطورنا، واذا كان الامور سهلة سنرفع الصعوبة. مدة الشوط خلوها 4 دقائق. اوكي يلا تقدم، بسم الله يا رب. اوكي يا جماعة، الخصائص لدينا 7 نقاط يا جماعة، راح نحتاج حراسة المرمى اكثر. اوكي، ارتماء حارس المرمى، تمام، راح يستهلك 6 نقاط، نحتاجها كعرضية، تمام. يلا، في المزايا راح نختار التغطية الدفاعية لانها تساعدنا. راح نجري تدريبات يا جماعة الخير، حراسة المرمى، التصديات، لازم نتدرب يا جماعة. اول شيء قبل ما نبدا لازم التدرب يا جماعة، لازم اهم شيء قبل بداية حراسة المرمى في نادي عريق مثل اتلتيكو بيلباو لازم تتدرب يا جماعة. يلا نبدأ. في اخبار EA، فريمد يقطع الخطوة التالية في بيلباو. اليوم عندنا مباراة ضد اياكس امستردام يا جماعة الخير. يوجد مزايا يا جماعة، الدفاع الاخير يرفع خصائص الدفاع عندما تكون اخر لاعب في خط الدفاع، تصدي متماسك. اوكي، هذه تنفعني يا جماعة، هذه تنفعني يا جماعة. نقاط المهارة عندي 6 يا جماعة، جيد. اوكي يا جماعة، راح نحتاج هذا القفز والعنف، راح نستهلك 5 نقاط. يلا معليش، اليوم عندنا مباراة ضد اياكس امستردام، كأس قارة امريكا الجنوبية، بطولة ودية فقط. يلا اوكي يا جماعة، النتيجة 0-0، دخلت في الدقيقة 62. اوكي، مرحبا بك فريمد من جديد، اول ظهور اول للحارس فريمد. نسبة تصديات مقابل اهداف، تحقيق نسبة تصديات مقارنة بالاهداف المستقبلة بنسبة لا تقل 50%، تحقيق ما لا يقل عن هدف او تمريرة حاسمة. اوكي تمام يلا. هذاري هذه كرة، محاولة تسديدة، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال. حذاري يلا، بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. يا سلام، اول كرة تصلني في هذه المباراة. صوتهم يعلو فوق كل شيء. حذاري حذاري، الحمد لله، والله قلبي خفق. الفريق يتقدم فيها. والله كمية التوتر في حراسة المرمى 1000 على 100. في هذا المكان دوشان تادج، مساعد الحكم يرفع الراية. الحمد لله. حذري على الأقل تسديدة، يا الله. دقيقة واحدة كوقت بديل، يلا. يلا الدقيقة الأخيرة،
أول تصدي، أول تصدي في الدقيقة الأخيرة، يا سلام، بريمة ينقذ أتلتيكو بيلباو. هذه حتى طفل صغير يصدها. كيف قال لي شريك في الأهداف؟ يعني هذا مدرب ولا إيه؟ اليوم يا جماعة الخير عندنا مباراة أتلتيكو بيلباو ضد إنترناسيونال، لا إحنا محتلين المركز الثاني. يلا اوكي فايزين 1-0، دخلت في الدقيقة 64، ليتس جو يا حبيبي. يلا المدرب يحفزني من اجل دخول جيد في هذه المباراة، تجنب استقبال اكثر من هدفين، تحقيق ما لا يقل عن هدف واحد او تمريرة حاسمة، تحقيق تقييم مباراة لا يقل عن 6.5. الحارس في وسط الميدان. يلا 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 يلا. يا سلام فريمد يا صديقي الكرة، يا والله حسبته صديقي، والله حسبته صديقي، نسيت احنا باللون الرمادي. يلا يلا هذه كرة خطيرة، يلا تسديد الهدف، الهدف نعم، الهدف الاول لأتلتيكو بيلباو. اعذروني ان اخطأت وقلت أتلتيكو مدريد، لا ادري. شوف شوف هذه الكرة ومحاولة تسديد وقال لا، أنا أفضل من هذا الحارس. أولا لا أولا لا أولا لا، هذه خطيرة خطيرة، ما بها الكاميرا هكذا. يا سلام روح 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 نشارك في هدف، يلا جول. لا الركنية، ارجع 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 يا ابن الذين، كيف تريدني ان ابقى في مركزي وانت تقول لي سجل هدف او تقدم تبريرة حاسمة؟ اول هدف في مسيرتي الكروية، اول هدف يدخل في شباكي. والله طريقة الصد مضحكة يا جماعة، كان من الممكن أن نصدها. يلا يا 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 الحارس يصد هذه الكرة، كرة جول 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 جول، أتلتيكو دو مدريد أو أتلتيكو بيلباو يسجل، أتلتيكو بيلباو يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي كرة الجول يا فنان. شوف 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 شوف، واحد واحد واحد، وتغطية دفاعية سيئة، ونهاية المباراة يا سلام. ولكن كان من الممكن تجنب الهدف يا جماعة، والله أنا متأسف كثيرا. أوكي تجنبنا استقبال الأهداف فوق هدفين، تقييم مباراة جيد، والمشاركة في الأهداف لا أقدر. اوكي حصص تدريبيه يا جماعه سأتخطاها هذه المره، وترقيه المستوى، لدينا 4 نقاط مهاره. الان يا جماعه الخير عندنا مباراه ضد انتر، ضد انتر ميلان الايطالي يا جماعه، اساسي في هذه المباراه، الريت 69 يا جماعه. يلا ليتس جو مشاهدينا الكرام، اينما كنتم مرحبا بكم في مباراه اليوم بين اتلتيكو مدريد من اسبانيا وانتر ميلان من ايطاليا، من ضمن دور مجموعات في ضمن هذه البطولة الودية. ماذا يطلب منا المدرب في هذه المباراة؟ يلا نسبة تصديات مقابل الأهداف لا تقل عن 60%، وتجنب استقبال أكثر من هدفين، وتحقيق 7.0. يلا بسم الله، لا أدري إن كانت هناك كاميرا أفضل من هذه أم لا. يلا يا سلام، اول تصدي وسهلة اكيد. في لاعب مصاب، يلا الحكم يصفر، واقعية يا جماعة. اولا لا حذري حذري حذري، يا الله الحمد لله مرت على خير.
التقييم إلى حد اللحظة جيد 7.3، لم نقم بأي شيء. يلا 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 يلا، حذري حذري، الحمد لله. ونهاية الشوط الأول 0-0، لم أتلقى أي تسديدات خطيرة الحمد لله. يلا بداية الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو بيلباو وإنتر ميلان. كرة جول بيلباو يسجل الهدف الأول على إنتر ميلان في الشوط الثاني. لنرى الهدف، هذه بينية وتمريرات رائعة جدا وجول، هدف عالمي. وكرة والحارس فري مدى. يلا يلا يلا، كرة متاحة للتسجيل، كرة كنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول الى منطقة الخطأ. حذري 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 حذري، والدفاع الحمد لله. مازالت الكرة خطيرة 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 خطيرة. يلا باقي 5 دقائق فقط على نهاية المباراة. كرة لأتلتيكو بيلباو، تسلل 7.4 التقييم. خلي 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 خلي، يلا ونهاية المباراة الحمد لله. أتلتيكو بيلباو يفوز على إنتر 1-0 بهدف غارسيا. فريم تقدم مباراة ممتازة جدا، ولا أي كرة سكنت شباكه في هذه المباراة القوية جدا. والمدرب راضي عليه تمام الرضا، شوفوا فرحان كثيرا بهذا الفوز، يا سلام. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، ولا تنسوا دعم خرافي لهذه السلسلة وسأقوم بإتمامها إن شاء الله إذا كان هناك دعم يا جماعة الخير. شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.